المنتخب السعودي غدا مع الإكوادور، مباراة ودية كأنها بروفة المكسيك. يلتقي المنتخب السعودي الجمعة نظيره منتخب الإكوادور ضمن المرحلة الثانية للتحضيرات لكأس العالم قطر 2022. خسر الصقور الخضر أمام كولومبيا وفنزويلا في مرحلة الاستعداد الأولى يونيو الماضي. ستحمل مواجهة الأخضر مع نظير الإكوادوري رقم واحد في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث لم يسبق أن يلتقيا في أي محفل رسمي أو ودي. سيكون الإكوادوري المنتخب رقم 118 في تاريخ مواجهات الأخضر. المنتخب الإكوادوري أحد منتخبات أمريكا اللاتينية ويشارك في نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد عوام 2002 و2006 و2014، وسيحل الإكوادور في المجموعة الأولى بجانب قطر المستضيف والسنغال وفرنسا. المنتخبان يحتاجان بالتأكيد إلى تحسين أدائهما الهجومي قبل بدء كأس العالم، حيث يكافح كل منهما من أجل تسجيل الأهداف. يسعى رينارد مدرب المنتخب السعودي للاستفادة من اللقاء الودي أمام الإكوادور بخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على العناصر الذي سيعتمد عليها في المونديال القادم. أعتقد أنه الوقت المناسب لاستدعاء وجوه جديدة للمنتخب. يدخل منتخب الإكوادور مباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعد قرار الفيفا بتأييد تأهله لمونديال قطر ورفض الاستئناف الذي قدمته كل من تشيلي وبيرو المشككتين في جنسية لاعبي بايرون كاسيو الذي لعب ضمن صفوف منتخب الإكوادور في التصفيات. 8 مباريات ودية يخوضها الأخضر السعودي خلال نحو شهرين في برنامج الإعداد لخوض المونديال، وسيلعب 8 وديات خلال 3 معسكرات متتالية في أماكن متنوعة وأمام منتخبات تتشابه في طريقة أدائها الفني ومدارسها الكروية مع منتخبات المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جانب الأخضر كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا. منتخب الإكوادور تأهل للمونديال بعد تحقيق المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، وخلال تلك التصفيات واجه منتخب الأرجنتين مرتين، خسر في الأولى بهدف دون مقابل خارج ملعبه، وتعادل في الثاني على أرضه بهدف مقابل هدف. ودية الغد بمثابة البروفة المونديالية للأخضر السعودي للقائه الافتتاحي أمام الأرجنتين في قطر نوفمبر القادم.